وزير الموارد المائية مصطفى كمال مهوبي بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بسكيكداب، تناول من خلاله عدة نقاط على غرار سد زردازة ومشروع التنسيق بين السدود وزيارة محطة الضخ بواد القصب وتقديم عرض حول صيغة توزيع المياه الصالحة للشرب، وكذا زيارة محطة تصفية الصرف الصحي بمدينة سكيكداب. جيت اليوم وشفت يعني مدينة سكيكداب، أولا منسد الجوع المدينة تسخر على الموارد المائية الصحية عن طريق السدود، أربع سدود، وكاين ثلاث سدود اللي راح يكونوا في كملة الدراسة تاعهم، وراح يكون إن شاء الله في الإنجاز، منهم سد رمضان جمال 89 مليون متر مكعب، وعندنا كذلك موارد غير عادية هي محطة التحليل. رغم كل هذه الموارد لقينا بعض النقائص في التوزيع اليومي للمياه في الموارد، وكان بعض المواطنين في بعض المناطق في المنطقة في الفلا كانوا يشتكوا من راجع اولا لبعض المشاريع اللي كانت التطور والتطوير كانت متأخرة شوية، يعني عندها عدة سنوات من تراكم سنوات، هذه واحدة. ثانيا فيما يخص شبكة التوزيع، هي شبكة قديمة في بعض المناطق وين التسربات تفوق 50% حتى 60%، ما كانت عائق في التوزيع، حتى لان شوف كاين الموارد ولكن ما كانش التوزيع ما يلحقش للمواطن. وكذلك فيما يخص توصيل المياه عن محطات الضخ، وقمنا اليوم باعاده تاهيل، وعطينا بدايه انطلاقه لاعاده تاهيل محطه الضخ تاع في الفيفلا، وزلنا عطينا كذلك اعاده تاهيل لشبكه التوزيع وقبل قناه الايصال لمدينة منطقة مدينة سكيكدا، وكذلك أعطينا كذلك إعادة تأهيل فيما يخص المحافظة على البيئة والمواطن، كذلك فيما يخص محطة الرفع للمدينة.